على الرغم من حركة التبضع في أسواق مدينة العمارة، إلا أن نكهة عيد الأضحى هذا العام جاءت مختلفة عن الأعوام الماضية، فقد امتزجت بالخوف من الإصابة بالجائحة وفقدان الأحبة وغياب العادات التقليدية التي اعتادت الأسر العراقية على ممارستها خلال الأعياد. حرائق بجهة، كورونا بجهة، يعني الأحداث اللي قاعدة تصير أنتوا أعرف، كل العراقيين يعرفونه. وهم من ناحية الأمن والهاي يعني العيد صراحة 0%، يعني ماكو تشجيع على العيد، يعني ما منحس إنه أكو عيد أو هيك شيء بسبب الظروف اللي قاعدة نمر بيها. تغيرت هواي أمور، تغيرت هواي. كنا قبل ناس، يعني أنت من ذاك الجيل تعرفون، كانت قبل الناس كليجة ومرة وطلعة وطبة وسلام وطيبة، هسه لا، تغير هواي، تغيرت العالم طبيعتها وعاداتها وفقدت هواي من لمستها الحلوة يعني. وتسبب التحول الاجتماعي المفروض جراء فيروس كورونا بتغيير في القوة الشرائية للفرد العراقي الذي اعتاد على لبس الثياب الجديدة وتزيين المنازل وشراء الحلوى، الأمر الذي انعكس سلبا على أصحاب المحال التجارية. حركة التبضع والناس حركة جدا قليلة، تكاد تكون طبيعية، يعني ماكو أصلا عيد إذا صح التعبير، بسبب الظروف، بسبب كورونا العامل الأساسي. طبعا حتى كو تحضيرات العيد ماكو حاليا، يعني قبل نشتري بهارات وتمر والتحضيرات الكليتش وغيره، حاليا شبه المعدومة إذا صح التعبير. كل عام هم بخير، أهلي وأصدقائي، وأجواء العيد عادي مثل كل سنة، تختلف عن السنوات السابقة بس يعني تعايشنا ويا الوضع. عيد أهلي أولاً، شعب العراق يا رب، ونخلص من هالمرض والأزمة، ويا رب ماكو شيء إن شاء الله، وأمان وصحة. عادات وتقاليد غابت في هذا العيد، ومخاوف من الجائحة وما رافقها من انتكاسات أمنية، ليأتي الأضحى بفرحة ناقصة وأجواء مختلفة. من ميسان، حيدر الساعدي، قناة دجلة الفضائية.